طبعا. ويمكن كمان خلينا نشوف من الأشياء الحلوة اللي حصلت في الفترة الماضية هو إحياء روتانا لمجموعة من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات احتفالات العيد. وشفنا حفلات روتانا واللي تم تنظيمها في مختلف مناطق المملكة، وطبعا أحياها قامات الفن السعودي وحتى الخليجي والعربي، واللي من ضمنهم فنان العرب محمد عبده ورابح صقر وماجد مهندس وأصالة وأميمة طالب والفنانة أنغام. أجواء جميلة، فعشان كذا خلونا نروح مع زميلنا محمد الحسيني ونتابع. بالنسبة لي ما يكمل العيد بصراحة إلا بحفلات لتقويمة، طبعا روتانا تحديدا، وكل حفلة وحفلة بتكون أحلى من الثانية. الفنانين القامات الفنية اللي بيكونوا موجودين بيبدعوا. لسه كنا نسولف أنا وياك قبل شوي بنقول إنه كيف مثلا أصالة دائما تغني بحماس، دائما تكون متجددة، محمد عبده طبعا نجم المسرح دائما، يعني بنشوف كيف حتى الجمهور بيكون متعطش لهالحفلات. والله الحفلات يعني ما شاء الله على قولتك رؤى، كل حفلة أحلى من الثانية، كل اسم أقوى من الثاني. صحيح. يعني ما شاء الله عليهم وبدعوا، ودائما احنا ننتظر جديدهم وننتظر حفلات روتانا، يعني لا تنظيم ولا اختيار الفنانين، حتى الكومبينيشن احيانا تكون حفلات مشتركة. صحيح. بين فنانين مختلفين، فابداع الصراحة. للأسف انا يمكن ما مداني احضر اي من الحفلات في العيد، لكن ان شاء الله القادم اجمل. اكيد اكيد لسه الحفلات مستمرة خلال، واكيد في مناسبات ثانية. صحيح. تكون فيها حفلات متنوعة. عموما خلينا كمان نروح